إقبال لنادي الفتح الرياضي ضمن منافسات الدوري الاحترافي لكرة القدم بملعب مولاي الحسن، والضيف كان الجار جمعية سلا المثقل بالنتائج السلبية. أولى المحاولات سجلت للمحليين عبر المهاجم عزيز جنيد، لكن الرد كان سريعا بواسطة الموهوب يوسف القناوي الذي كان نشيطا خلال هذا النزال واعتبر أبرز عنصر في اللقاء. هنا تسديدة قوية للاعب يوسف القناوي وتدخل جميل من الحارس عصام بدة حارس الفتح الرياضي جلال الدودي. وقبيل نهاية الشوط الأول بدقائق معدودات سيتلقى الورقة الحمراء مجانا بعد تدخل خشن في حق أحد لاعبي جمعية سلا، ليكمل الفتح الشوط الثاني بعشرة لاعبين. اللاعب مراد بثنة سيتلاعب بكوكبة من مدافعي الجمعية السلوية ويحصل على ضربة جزاء بعدما أسقط في معترك الجمعية السلوية. اللاعب ذاته تكفل بالتسديد مسجلا هدفا ثمينا للفتح الرياضي، واضعا جمعية سلا في خانة لا يحسد عليها. تنظن انه اليوم كنا على الاقل نخرجوا بالتعادل، مي نتمنى نعوضوها في المباراه المقبله ان شاء الله. المباراه ما كانتش سهله، خاصه اننا فريق جمعيه السلويه في وضعيه صعبه، ركل الدفاع ما خلاش لنا ممرات، ولكن مراد باطنا مجهود دار الفرق. هادو هما اللاعبين اللي تنشجعوهم على المثابره. الفتح الرياضي ارتقى للصف الأول مع الكبار مناصفة مع المغرب التطواني والكوكب المراكشي، لكن من 17 مباراة فيما جمعية سلا تأزمت وضعيته في أسفل الترتيب. بالفعل فريق الجمعية السلوية يوجد في وضعية